القائمه الحاليه هي اللي تخليني نقول فيه بوادر ربما تغيير، بوادر اعاده بناء منتخب بجيل جديد من اللاعبين، بجيل يملك يعني الموهبه. ما ننساوش نتكلموا على ديريس، ما ننساوش نتكلموا على لاعبين يعني تخرجوا من المدرسه الجزائريه، هشام بوداوي راهو يعني احد يعني نجوم ناديه مستقبل كبير اكيد. هناك قادري، انا اللاعب قادري كان في نادي بارادو اليوم في بلجيكا نادي كورتري، عنده مؤهلات عاليه.